بين يدي هذا الكتاب الذي أعجبتني فكرته وتميزه صرير الأقلام، خلاصة أكثر من 130 كتابا في علوم متنوعة، إعداد الشيخ بسام بن سليمان اليوسف، وهو له جهود طيبة في التعريف بالكتب والمراجعات، وكذلك يعني في حلقات في اليوتيوب. وقد سأله بعض الأفاضل أن يجمع هذه التعريفات والمراجعات في كتاب، فجمعه في هذا الكتاب المتميز من إصدارات دار البشير، وهو باكورة إصدارات دار البشير بجدة، هذه الدار المميزة، نسأل الله لهم التوفيق والسداد في إصداراتهم القادمة. صرير الأقلام حقيقة كتاب أعجبتني فكرته، يبدأ باسم الكتاب ثم أسئلة تجذب السامع والقارئ إلى هذه الأسفار، ثم يذكر فكرة الكتاب، ثم يعرج على هدف الكتاب، وربما ذكر بعض أبوابه وفصوله ومباحثه، ثم يكون خلاصته مذيلا بجمل من الفرائد ونتف من النفائس. وطبعا جعل في بداية التعريف بالكتاب مع الأسئلة الباركود للدخول على الحلقة المرئية في اليوتيوب، فهو كتاب حقيقة جميل بديع في حقيقة فكرته ومتميز في جمعه. يقول: وقد سألني بعض الأفاضل والزملاء جمع هذه الحلقات في كتاب ليفيد منه طلبة العلم والمهتمون بالكتب، فقمت مستعينا بالله سبحانه وتعالى بجمعها في كتاب اسميته صرير الأقلام، واخترت مجموعة كتب قيمة مختلفة العلوم والمشارب متنوعة الفنون والمسارب، تعد خلاصة 7 سنوات من العمل في خلاصات الكتب والمكتبات وتقييد فوائدها وشواردها، وقدمت أكثر من 130 كتابا أتناول فكرة الكتاب وأعرج على هدفه، وربما ذكرت أبوابه وفصوله ومباحثه أحيانا مذيلا خلاصته بجمل من فوائده ونتف من نفاسته. وحرصا على تمام الفائدة، فعلى عادتي في الحلقات فإني أقدم الكتاب بعض الأسئلة المهمة التي تجذب السامع والقارئ إلى التعريف على هذه إلى التعرف على هذه الأسفار، وأجعل لكل كتاب شفرة رمزية هي المعروفة بالباركود. كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية كتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتب عن محمد بن ناصر العبودي رحمه الله تعالى، وكتب من المعاصرين المدهش صاحب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيرتها فضائلها مسندها، وكذلك على كتب المعاصرين الأحياء ومنهم الأموات، فمما ذكر من الأموات عبد الرحمن الجبرتي، خير الدين الزركلي، ومحمد عبد الحي الكتاني، والإعلام محمد بن طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، محمد طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمود بن محمد شاكر، ومحمد صالح عثيمين، والأديب والجغرافي حمد بن جاسر، وشيخنا الإعلام عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ومعالي الشيخ صالح بن عبد الله الحسين، والأديب الشاعر عبد الله بن دريس رحمه الله الجميع. وذكر أيضا من المعاصرين ومن المعاصرين الدكتور صالح بن حميد، والشيخ علي العمران، والشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وعلي بن محمد القاسم العراقي، والدكتور خالد بن شيق، والدكتور عبد الله الولاعي، والشيخ عبد الله بن صالح العجيري. وذكر ايضا الفخر الرازي وابي الصلاح والنووي وبحامد الغزالي وابن الاثير واسماعيل البعلي والجراعي وغيرهم رحمه الله عليهم. طبعا يبدأ على حروف المعجم، يبدأ الكتاب على حروف المعجم، يبدأ مثلا هنا كتاب الإبرازات المتعددة، الكتاب دراسة في مفهوم الإبراز وتعدده وتأسيس لمنهج الحكم على الكتاب بتعدد الإبراز وطريقة تحقيقه للأستاذ الدكتور حاتم باي. طبعا يذكر الأسئلة هنا، ثم الباركود للدخول، وهنا يذكر طبعات الكتاب، وأحيانا يذكر أفضل طبعة للكتاب، ثم هدفه، هدف الكتاب، وأيضا فكرته وهدفه، ثم الفرائد، ثم يذيله كما ذكرت بنتف من الجمل من الفوائد ونتف من النفائس. وأيضا الكتاب الآخر هكذا الاتجاه السلفي عند الشافعية حتى القرن السادس الهجري للدكتور طه نجا، ثم يذكر الأسئلة وهكذا. فهو كتاب حقيقة جميل في فكرته، مميز في جمعه على حروف المعجم، وقد ذكر كثير كما ذكرت من الكتب والمراجعات، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وشكر الله لدار البشير هذا التميز في الطباعة وفي الإخراج وفي الصف وفي أيضا الورق، فبارك الله فيهم وشكر الله لهم وزادهم الله توفيقا وسدادا ونفعا في إخراج الطبعات المميزة والإصدارات القيمة.